ليه في سعادة عائلية في كثير من بيوتنا المسيحية؟ لأن بنرجع لكلمة الله. نعم. مثلا بقول للشباب لا تكونوا تحت نير مع غير المؤمنين. نعم. فأي ويحط خمس حاجات فيها استنكار، أي اتفاق، أيوة. أي موافقة. نعم. أي نصيب. نعم. أخذت بال حضرتك؟ أي. فالفكرة كلها عايز أقول إيه، انتبه وانت بتختار، المرجع كلمة الله، فلما بتلزز بكلمة الله بتقودني في الاختيار. أخذت بال حضرتك؟ نعم. تعالى بقى في نفس المزمور أكمل موضوع المعنى نفسه في 39 من نفس المزمور، مزمور 119، بيقول لي إيه؟ أزل عاري الذي حذرت منه لأن أحكامك طيبة. وإحنا قلنا طيبة يعني مفرحة، فقلبه طيب يعني قلبه فرحان. أخذت بال حضرتك؟ فالقلب مفرح وفرحان ليه؟ بيرجع لأحكام الرب. الرب قال إيه؟ بمعنى أحكام الرب بما معناه هو ما يسننه الرب من قوانين بيني ما بين أخويا، بيني ما بين أختي. فلو أنا مش ظالم أخويا ولا أختي في إرث ولا منصب ولا غيره، قمة الفرح والراحة والتلذذ والتمتع بالحياة. بالضبط.